أصحاب الفضائل من هيئة التحكيم، أصحاب السعادة النجوم الضيفية، وصاحب الفضيلة. فيا أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تبصرة لذوي القلوب والاعتبار، وتذكرة لأولي الألباب والأبصار. ونشهد أن لا إله إلا الله، البر الكريم والرؤوف الرحيم، وهو خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا بالإسلام خير أمة، نعمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود إلى يوم المعاد. فيا عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللغة العربية هي لغة الدينية للمسلمين، والمراد بها أن يحتاج المسلم ليفهم ويتدبر كل مصادر الدينية كالقرآن الكريم والحديث النبوي وكتب العلماء من علوم الحديث والتفسير وغيرها، وكلها باللغة العربية. لا يستطيع المسلم أن يفهمها إلا باللغة العربية. وكذلك اللغة العربية هي لغة يستخدمها المسلمون في كل العبادة محضة كالصلاة المفروضة. يعني لا تصح الصلاة إلا باللغة العربية. وكذلك أيضا في قول الآذان، وكذلك أيضا في قراءة القرآن وغيرها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. إخوة الأحباء، فإن دور اللغة العربية في حضارة فكرية، يعني قد ألف العلماء المسلمون الكتب العلمية باللغة العربية. واللغة العربية ليس فقط كوسيلة للتواصل بين المسلمين، ولكن أيضا اللغة العربية كاللغة للعلم والثقافة التي تستمر في تطوير والتقديم. لذا في مجال الطب الذي طوره أبو علي حسين بن عبد الله بن حسن بن علي بن سينا المشهور باسم ابن سينا، كتب كتاب القانون في الطب، وقد أصبح هذا الكتاب مرجعا رئيسيا في علوم الطبية، وأكثرها استعمالا في بعض الكليات الطبية. وقد كتب هذا الكتاب باللغة العربية. ثم عندما حركة الترجمة في القرن 12 الميلادي يرجم الكتاب القانون في الطب إلى اللاتينية، والآن يرجم الكتاب أيضا إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. لماذا؟ لأن القانون عبارة عن مجموعة من الأساليب الطبية القديمة والطرق الطبية الإسلامية. كان هذا الكتاب في السابق منهجا لتعليم الطب في جامعات الأوروبية. إخوة الأحباء، ننتقل لاحقا في مجال الكيمياء. تطورت الكيمياء الآن بسرعة وكبيرة، نجح العرب على تطوير هذا المجال لتحقيق تطويرات مختلفة. لكن في الحقيقة في البداية كان الكيمياء هو الرائد من الشباب الإسلامي الأفضل في هذا المجال، وهو أبو موسى جابر بن حيان. وإن من الكتب التي ألفها جابر بن حيان التي مشهور وأصبح مراجع في أوروبا هو كتاب الكيمياء وكتاب السبعين. وقد كتب هذا الكتاب باللغة العربية ثم يرجم إلى اللاتينية. وبالمثل في الرياضيات، رائد الرياضيات هو المسلم،
وهذا الرجل ملقب بأبي الجبر الحديث، اسمه الحقيقي محمد بن موسى الخوارزمي. محمد بن موسى الخوارزمي، إن نبحث كلمة الجبر، إن نبحث كلمة الجبر هي الكلمة تأتي من الكتاب الذي كتبه الخوارزمي بعنوان حساب الجبر والمقابلة، وهو مكتوب أيضا باللغة العربية ثم يرجم إلى اللاتينية. لماذا؟ لأنه يعتبر قادرا على المشكلات التي تستخدم الأرقام الرومانية. إخوة الأحباء، وبالتالي يمكن استنتاج أن اللغة العربية لها دور مهم للغاية في حضارة فكرية، لأنه في جميع المجالات العالمية تقريبا يحتل القادة المسلمون في تطوير الثقافة ونشرها، وذلك حصل أعمال العالمية وكلها تستخدم اللغة العربية كاللغة الرئيسية في كتابته. إخوة الأحباء، إن وجدتم مني خطأ والغلظة أستعفيكم الأفوة. إلهي، لست أولي الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي. فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.